دلوقتي بقى هعمل طبق حلو قوي قوي بصدور الفراخ. طبعا صدور الفراخ قليلة السعرات الحرارية، وبالتالي دايما تلاقيها كده في الجدول بتاع الدكتور بتاع الرجيم، صدر فرخة مسلوقة، صدر فرخة مشوية. يعني لو سمحت، يعني ارجوك، يعني عايزين ناكل كده اكله كده حلوه برده ونحس ان احنا مبسوطين. هعمل دلوقتي فراخ بيكاتا، وهتبقى برده الصوص بتاعها خفيف وحلو، هيبقى ما فيهوش اي مشكله خالص. اول حاجه هعملها ان انا هشوح الفراخ في حبه زيت زيتون صغنطتين، شويه ملح وفلفل، وبعدين هعمل حاجه تانية، هحط لهم معلقه دقيق علشان انا لما اجي بعد كده اعمل الصوص يبقى الصوص تخين وحلو. فمن الاول خالص هعمل لهم زي ايه، تقليبه كده بمعلقه دقيق صغيره كده، يعني حاجه صغيره. هو الاعتدال حلو بصراحه في كل حاجه، كل ما اعتدلنا في اكلنا كل ما كان احسن. انا بصراحه بحب قوي 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 في حكمه صينيه بحبها جدا الحقيقه، ولو احنا بصراحه عملناها كده، يعني ده النظام الغذائي اللي نمشي عليه في حياتنا كلها، خلاص مش هنتعب. يقول لك ايه بقى، تناول افطارك كملك، واقتسم غذائك مع جارك، واعطي عشاءك لعدوك. يعني مفيش احسن من كده، يعني نظام غذائي مثالي لكل حاجه. هو لخص الموضوع، فطار لازم يبقى فطار محترم عشان ده اللي هيسندنا طول اليوم، غدا ما نتقلش كتير، ناكل نص بطن، ويا ريت بقى كمان لو عملناها بطريقه حلوه وان احنا عزمنا جيراننا واكلنا مع بعض، دي يا سلام تبقى حاجه جميله جدا جدا. اما بقى العشاء اللي هو يعني مش مفيد خالص خالص، وبالعكس يعني اكيد اكيد بيكون مش صحي، فاحسن حاجه نديه لعدونا. يلا، مفيش أبشع من كده، يعني انتقام. خلاص كده نطلع الفراخ، أنا مش محتاجة أكتر من كده، وهم كمان يدوبك يعني هيكملوا سوا بعد كده في الصوص اللي احنا هنعمله. هجيب فص ثوم، مجرد بس ان احنا سلايسز كده، ناخد الثوم على النار كده، نشوح الثوم بس ريحته تبتدي تطلع، بس مش اكتر، ريحته تبتدي تطلع. هجيب بقى انا دلوقتي بول صغيره، هحط هنا معلقه من الدقيق بس تبقى معلقه صغيره، ومعايا هنا عندي شويه شوربه هدوبها، واضيفها هنا عشان تعمل صوص. خليني ازود هنا كمان شويه شوربه، هضربهم بقى كويس. هحط بقى تاني الفراخ، ده صوص جميل جدا جدا. انا وطارق بنحب اللحمه البيكاتا قوي، فده تنويعه تانيه، ويعني تبقى مخليني برضو ايه اكل وانا مطمنة وما بقاش عندي اي شعور بالذنب. كده الصوص بدأ يتقل وبقى يبقى حلو قوي. هنحط هنا بس حاجتين اضافتين صغيرين جدا، هنحط شوية كيبر، دايما انا عايزة اجيب معلقة صغيرة عشان البرطمانات دي برضو مش صغيرة كفاية، لازم نشوف لها حل. شوية خل صغيرين، وهنا
شويه ليمون مش كتير، شويه بقدونس، ونقلب بقى كده كويس. لو لقيتها تخنت مفيش مانع ازود شويه ايه شوربه. هنقدمها بقى مع سلطه، زي ما بقول لكم انا بحب سلطه الجرجير، حبه كده هسيب الباقي اتعشى بيه بالليل. هحط بس شويه زيت زيتون وشويه ملح وشويه فلفل. انا هاخد بس القشره بتاعه الليمون كده اهو بايدينا كده، وبعدين نجيب طبق التقديم ودي بقى بكاتا الفراخ اللي انا عملتها بطريقه صحيه وحطيتها وخليتها كده خفيفه، واقدر اكلها مع سلطه الجرجير الحلوه اللي انا عملتها دي دلوقتي. واعتقد ان انا بعد ما اتغدى الاكله دي مش هوخم ومش هنام ومش هتقل ابدا ابدا.